الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اخواني. حقا لقد تسرعنا في الحكم على المهاجم الفاز الاسطوري بيير إيمريك أوباميانج. حقا لقد تسرعنا في الحكم عليه ونحن مدينون بالاعتذار اليه. عفوا سيد اوبا. استمر 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 من هنا لحد الصبح. استمر. اوبا جاب هدف عالمي بالنسبه للهدف الاول حطاه. الله عليك يا جدعان. ده أوباميانج بتاع ارسنال بجد داخل سنه ونص ولا دي اشتغال يا جماعه؟ ده بجد والله بيحصل ده. لا لا عاش اوبا بجد والله. ولا اله الا الله برشلونه بقى بيعمل روتيشن يا اخوانا. يا اخي والله كان الواحد في دريم ساعتك اللي هو احنا مش مصدقين اللي احنا فيه. احنا بنعمل روتيشن بجد والله يعني بجد والله اللي هو احنا بنريح بدري عشان خاطر بنعمل روتيشن. لا 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 لا, لا. من سنين طويله جدا برشلونه كان ناسي فيها فكره ان احنا يبقى عندنا دكه. النهارده ما احد ادام تراوري ومقعد لعيب زي نيكولاس جونزاليس على الدكه ومقعد بدري. لا 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 بص انا مش هزعل على فكره ان انت بقعد لحد. بالعكس احنا زمان كنا بنشتكي ان احنا بنلعب ب 12 13 لعيب بس. فلما تشافي يعمل لي دكه كويسه ونقدر نعمل روتيشن عشان خاطر العب الخميس بلعيبه والعب بعد كده يوم الحد بلعيبه في الدوري. على فكره يوم الخميس ما اتفرجش على المباراه بصراحه. كان عندي ظرف وما اتفرجش على المباراه. بس اتقال ان برشلونه عمل مباراه ممتازه جدا وبصراحه برشلونه بدا المستوى يبقى تصاعدي. الماركاتو فرق جدا 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 جدا. اتاح لك خيارات كتير مهما اللعيبه اللي احنا قعدنا نتكلم عليهم المستوى والاحصائيات والكلام ده. الدنيا مختلفه تماما بين الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. يعني اوباميانج اعتقد ان هو هيبرطع ان شاء الله باذن الله في الدوري الاسباني كده بس يستمر والنبي يفضل ملتزم معانا في التمرينات وما يشتغلش العقليه اللي هو هوبا لا اللي كان مشغلها مع ارسنال الفتره الاخيره. وبدري بيشوط. لا 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 يا باشا احنا جايين النهارده في ماتش تحقيق الاحلام. بدري بيشوط وفرانك دي يونج بيكمل وعامل حسابه ان هو يجيب جون. يا والله العظيم اللي حصل ده كتير 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 كتير. هي اي نعم الحاجه السيئه الوحيده اللي كانت موجوده عندنا بالفرقه هو ديست وإيريك جارسيا. بس هنعمل ايه؟ هنفتري على الله. عاملين ماتش كويس اهو يعني جوردي ألبا ورجوع اروخو فرق جدا في الدفاع. يعني انا عايز الفرقه كلها تبقى بيرفكت ومثاليه. لا 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 على قد الامكانيات اللي عندي بقدم كره جميله. كنا بنتريق على تشافي بنقول ان الفرقه مش بتتطور بس بصراحه طلع ان هو عنده رؤيه عاليه بالنسبه للمستقبل. وبصراحه لو فضلنا على الوضع ده ان شاء الله باذن الله برشلونه مع ضخ اموال مع ان احنا نخلص فعلا في موضوع هالاند ان شاء الله باذن الله الفرقه دي بالوضع بالهيكل الحالي باللعيبه الموجودين دلوقتي مع امنيتي دلوقتي ان انا بتمنى ان عثمان ديمبلي يرجع. انا كنت بتكلم ان عثمان ديمبلي من حقه انه يمشي بس اتمنى ان ديمبلي يبدا يحس ان في تغيير فعلا بدا يحصل في برشلونه زي ما احنا كجمهور حسينا ان في تغيير بدا يحصل في الفريق. فوز مهم جدا على فرقه زي فالنسيا في المستايا 4. انا طالع مبسوط. انا جاي مبسوط. قدمنا مباراه كويسه مباراه جميله وينج النهارده طلعت كسبان من الملعب. طلعت كسبان عثمان ديمبلي وعودت عثمان ديمبلي رجعت تاني ادامه تراوري ورجعت بدري. بدري اللي بالنسبه لي من ساعه عودته الوضع مختلف تماما يا جماعه. بدري هجوميا مستواه بقى عالي قوي. بدري هجوميا بقى لعيب بيقدم المعطيات اللي كنا زمان رافضينها ببدري وهي فكره ان بدري بياخد من هنا يودي هنا. بدري دلوقتي بقى بيشوط. بدري بقى بيروح على الجون. بدري بقى مؤثر جدا فعلا مشروع جوهره ونتمنى ان بدري يكمل بالاداء الجميل اللي هو فيه. مباراه حمستنا جدا للمستقبل ان شاء الله باذن الله نعرف نخلص على نابولي يوم الخميس في اليوروبا ليج بس ان شاء الله يعني نلحق نخلص على نابولي وان شاء الله باذن الله خير لبرشلونه في الايام القادمه وفي الدوري ان شاء الله نخلص موضوع الحسم والصعود لدوري ابطال اوروبا. لان انا مع احترامي يعني مش بعد كل الفايف ده هطلع لك من برشلونه نص على الدوري يا يعني انا راجل بشتغل. بس مش مهم. المهم ان شاء الله ان احنا قدمنا مباراه كويسه. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم.